الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. السلسلة دي بتهم كل الناس اللي ما عندهاش لغة، لو ما عندكش لغة، لو ما عندكش وقت تذاكر، لو مش عاوز كلام كتير، لو مش عاوز فيديوهات طويلة، لو عاوز المعلومة من الآخر، تبقى السلسلة دي بتهمك انت بالتحديد. مع بعض كده ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة، وإزاي أقدر أخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجيلك عليها بكلمة أو بكلمتين. النهاردة معانا إشارة من الباب الثاني، اترفرسامينتو تشيكلابلي، معبر الدراجات الهوائية. ده إشارتنا النهاردة، معبر الدراجات الهوائية أو اترفرسامينتو تشيكلابلي. ده إشارة من الباب الثاني. إزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا على هذه الإشارة؟ هنحلها بالكلمات الآتية. أنا عندي ثلاث كلمات بس النهاردة. اتريفرسامينتو، كلمة اتريفرسامينتو أو أي مشتقاتها أو أي معنى من معاني اتريفرسامينتو، اتريفرسانو، اتريفرساري، اتريفرسامينتو، أي معنى من هذا أو أي مصطلح من هذا السياق يمشي معايا. اتريفرسامينتو الكلمة ديت بس من غير لما يجي معاها كلاكسون اللي هو آلة التنبيه، من غير ما يجي معاها كلمة سولو، من غير لما يجي معاها كورسبوندنس بس. يبقى اتريفرسامينتو بدون الكلاكس، بدون سولو، بدون كورسبوندنس. الكلمة الثانية بريكولو، والثالثة بوسونو بس. كلمتين سهلين هما اتريفرسامينتو، بريكولو، بوسونو. اتريفرسامينتو، بريكولو، بوسونو. وكلمة اتريفرسامينتو قلت أي مشتق من مشتقاتها، ومن غير كلمة كلاكسون أو سولو أو كورسبوندنس. الإشارة ديت من الإشارات المهمة. ندخل بقى ونطبق عملي في حل الأسئلة، ونشوف إزاي نتعامل مع الكلمات ديت في حل الأسئلة. أدا أول سؤال معايا، حدد طبعا زي العادة بتحدد الإشارة أهي. اتريفرسامينتو تشيكلابل، يبقى أنت عايز كلمة إيه؟ عايز كلمة اتريفرسامينتو. خد كلمة اتريفرسامينتو بس بشرط ما يجيش معاها كلاكسون ولا سولو ولا كورسبوندنس. أهي من غير حاجة خالص أقول له فيرو. اتنين، أدي الإشارة، أنا عايز كلمة إيه؟ بريكولو، على السن وده سينيالي دي بريكولو، ده المثلث ده سينيالي دي بريكولو، فأنا عايز كلمة بريكولو يبقى فيرو. تلاتة، الإشارة بتاعتي أنا عايز كلمة اتريفرسامينتو، أدي كلمة اتريفرسامينتو أهيت أقول له فيرو. أربعة، الإشارة بتاعتي أهيت محتاج كلمة اتريفرسامينتو وبريكولو بوسونو، كلمة بوسونات من الممكن أهوت أقول له فيرو. خمسة، أدي الإشارة بتاعتي أهيت، يبقى أنا عايز كلمة إيه؟ اتريفرسامينتو، أنا عندي كلمة اتريفرسامينتو أهيت أقول له فيرو. ستة، الإشارة بتاعتي أنا عايز كلمة اتريفرسامينتو أو كلمة بريكولو أو بوسونو، كلمة بريكولو أقول له فيرو. سبعة، الإشارة بتاعتي موجودة، محتاج كلمة إيه؟ محتاج كلمة بريكولو أو اتريفرسامينتو أو بوسونو، أدي كلمة بريكولو أقول له فيرو. طيب 8، نفس الحكايه، ندور كده على كلمه اتريفرسامينتو او اي معنى من معانيها او مشتقه او اي مصطلح من مشتقاتها. قلتها كلمه اتريفرسانو، هي اتريفرسانو، اتريفرساري، اتريفرسامينتو، كل دي زي بعضه هقول له فيرو. 9، اهي الاشاره، انا محتاج كلمه اتريفرسامينتو او اي مشتقاتها، كلمه اتريفرساري اهي، اتريفرساري برضه نقول له فيرو، ما يهمنيش. 10، الاشاره بتاعتي اهيت، ادور على كلمه اتريفرسامينتو بس من غير كلمة كلاكسون، ولا من غير كلمة سولو، ولا كلمة كورسبوندنس، أنا كلاكسون أهوت هقول له فالس. 11، أدور على كلمة اتريفرسامينتو بريكولو بوسونو، مفيش شيء فالسو. 12، دور كده معايا على كلمة اتريفرسامينتو أو اتريفرساري أو اتريفرسانو أو أي معنى من هذه المعاني، كلمة اتريفرسانو أهوت بس معاها كلمة سولو، طالما معاها كلمة سولو على طول هتقول له فالسو. 13، دور معايا كلمة اتريفرسامينتو أو كلمة بريكولو أو بوسونو مش موجودة أقول له فالسو. 14، ندور برضه مفيش نقول له فالسو. 15، دور معايا تاني جايز نلتقى مش موجود أقول له فالسو. طيب 16، ندور مع بعض كده على كلمة إيه؟ اتريفرسامينتو أو بريكولو أو بوسونو مفيش قول له فالسو. 17،
أدور معايا كده على كلمة إيه؟ كلمة اتريفرسامينتو، هلتقي كلمة اتريفرسامينتو موجودة هيت، بس قلت من غير لما يجي معاها كورسبوندنسا، لأن كلمة كورسبوندنسا ديت بيقصد بها المربع الأزرق اللي فيه نفس الإشارة دي بس في مربع أزرق. هقول له فالسو، كلمة كورسبوندنسا أو سولو أو كلاكسون مع اتريفرسامينتو تبقى فالسو على طول. 18 نجرب مع بعض كده كلمة من الكلمات دهيت، كلمة اتريفرسامينتو أو أي مشتقاتها مفيش، بريكولو مفيش، بوسونو مفيش، تقول له إيه؟ تقول له فالسو. كده إحنا حلينا كام سؤال مع بعض؟ حلينا 18 سؤال، عدد كبير من الأسئلة اهوت. حليته بكام كلمة؟ حليته بكلمة التريفرسامينتو أو مشتقاتها من غير الكلاكسون ومن غير سولو ومن غير كورسبوندنسا، وحليناها كمان بكلمة بريكولو وكلمة بوسونو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.